من جديد من برنامجكم اليومي لقاء الصحافة يأتيكم عبر الجزيرة الرياضية الإخبارية في قطر. كما هي العادة سنسلط الضوء في هذا العدد على أهم ما تناولته الصحف العربية وطبعا العالمية، لكن قبل ذلك أرحب بضيفي في الاستوديو محاور هذا العدد. البداية الحالية للعشرين من دورة الخليج العربي والتي بلغت دورها نصف النهائي، حيث نقرأ ما كتب عنها في الصحف الكويتية. صحيح بك من جديد، ما رأيك بتوصيف الصحيفة أن هذه القمة هي قمة خارج التوقعات في الأداء والتوازن مع بعض الارتباك؟ الكويت قالت أنه لم يقرأ منتخبها مع الكويت في نصف نهائي دورة الخليج. من زاوية أخرى صحيفة بأنها صنفت هذه التصريحات على أنها لإبعاد النظر عن استعدادات المنتخب الكويت، أم هي ربما أكثر وضوحا من مباراتنا العربية سوف تكون من البحرين التي يمثل منتخبها الضلع الرابع في المربع الذهبي لدورة الخليج 21. صحيفة البحرينية ركزت على عاملين سيتسلح بهم القصير، ثم نعود لمواصلة هذه الحلقة. فابقوا معنا، أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من لقاء صحافة ونستهله من فرنسا ومجلة فرانس فوتبول، ويتنقلت لنا مضامين حوار أجراه نجم الريال البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الموقع الرسمي للفيفا. رونالدو من جديد ماهر غريب لنفسه أصبحت تتكهن بأنه سوف يعود إلى مانشستر يونايتد فريقه، سيكون بصحيفة ديسان البريطانية والتي أوردت أن سمير نصري لاعب أرسنال السابق تعرض لوابل من الإهانات والكراهية من قبل مشجعي الجانرز خارج ملعب الإمارات قبيل مباراة الأحد الماضي التي غاب عن تشكيلتها نصري بداعي الإيقاف. ديسان عنوان طبعا هذه المقاطع من الفيديو التي بثت على الإنترنت لاقت انتقادات شديدة من قبل الصحافة، يعني تدخل زميله مروان الشماخ زميله سمير نصري. نعم. إلى ختام برنامج لقاء صحافة لهذا اليوم، غدا صحافة جديدة ليوم جديد، فكونوا على الموعد.